ثبتناها وخلص لا محسن ولا باب، وانطينا الدلائل انه لا عصر، وعرفناها لقضية لفق وتصفيط من أهل الطائفية الرائد النعر، ولأن ندري الصحابة انظلم فعل وقول، صرنا الأمر هذا بمحكمة نقرة، شكلنا يا محامي دافع بإنصاف قدام الضمير اللي يفتهم أمره، وترافع بيها وتكشف شكو مستور، وطلبنا يخوض بيها والحقي ظهره، وكان أول دفوعة عمر ما طر باب، معقولة يطر بابه وعلي عذره؟ أطلب من سيادتكم نوضح هاي، لأن هاي القضية من صدق خطرة، ما سولف علي وما قالوا أهل البيت، والشيرازي ينطق كون هو ودرة. رأت هالمحكمة أن الطلب مشروع، ولهذا رأت بالمحضرة أمره، إذا عندك دليل تفضل احجي وقول، سولف ما يدور بذهنك وخبره. نعم عندي الدليل وجايب الإثبات، إذا مو عصره يعني تموت بالفطرة. سيادتكم الواضح هذا مو إثبات، ولا أول ابن آدم مات من زغرة، مو شرط اللي يموت يذوق عصرة باب، العمر معيار أبدا مو شرط عمره. على هذا الحكي شيعها بالسر ليش؟ حتى من الصحابة ما حد يحضره. جناب القاضي بل كانت وصية إعفاء، خوفاً على مثلها يستغل قبر، إذا من عمر خافت عمر مات وراح، ليش القبر ظل مجهول هالفترة؟ عمر ويا علي مذكور دوم أعداء، وما أذكر علي صاحب عمر مرة. لا لا بالعكس كانوا أعز صحبان، وعلي منصب وزير العمر وينصره، وعمر من مات حيدر شهد لما راح، قليل العيب صاف الثوب ذا قدره. الزهر أعظم مصيبة لشافها التاريخ، ومن شدة حظمها خنقت العبرة. إذا هذا دليلك ليش أهل البيت حزنوا على حسين وفاجعة غدره؟ الفرزدق وين غايب والضلع مكسور؟ ومو معقولة دعب لازم يذكره، معقولة فعلها ويخطب أم كلثوم وحيدر ينطبته ويوقف بكتره؟ منو اللي قال لك عمر يتزوج أم كلثوم؟ بل جنية هذه وما أخذ حره. علي قصدك مشعوذ مهنته التسخير، حاشا ابن أبو طالب للجنية سخرة، رقية وزيد صاروا ذولا قل منين؟ زين احكي لي عنهم ذولا مو بوزرة؟ معقولة شياطين بشكل إنسان؟ كلامك عاري للي رايد يفسره. بس عندنا كتب تثبت كلامه وياك، مثل الاختصاص التناولة بكثرة، كتاب ابن سليم اللي يروى عن النصار، كتاب اطراق بالك واضح اش كبره. الكتب ذن اللي قلتهن ذن منسوبات، مو ثابت أصلهن، حتى روح اقرأ، روح اقرأ الإرشاد وعوف هذا وذاك، وكشف الغمة ابحث وانظر بسطرة، أنساب الطالبين اش ذكر واش قال عن أولاد حيدر ذاكر الأسرة، وموجود الرواية والحكي مسنود، ردها علي هاي كان له قدرة. عندك شي تقوله لو خلاص أدليت؟ هل عندك دليل الآن والذكرى؟ لا خلصا جنابك كل دفوع الطيب، وما ظل عندي شاهد ثاني ما ذكره. استناداً للأدلة بمصدر الإرشاد أو كشف الغمة للأربلي كشف أجره، أو كتاب الطقطق يبينوا بالمضمون أنساب الطالبيين ونشر فكرة، أو عرفنا الطبرس والحلي نفس الرأي، وجدنا لا طفل لا باب لا سطرة صدر بيها حكم مو عاطف ومدروس مطبوع وجزل ما شابت عثر، خرج سالم عمر ما صح دليل عليه، بريء وما لناقة بقصة الزهرة، أو عرفنا أهل الدجل شهدة وشهادة زور غايتهم خبيثة أو واضحة وقذرة،
الحلو بهذا الحكم شي ما خطر على البال، حكم صادر حضور فضح هالزمرة وأن لا تنقبل إلهم شهادة بيوم، ومنفيين خارج ملة العترة حتى الناس تعرف، حتى الناس تعرف قيمة القانون ويكونون باكر سالفة وعبرة، واللي يروج مثلهم خلى يعرف زين نفس هذا المصير النذرة ونحذرة، والطعن وبهل النبي لا يطعنون، محسومة القضية بحكم شي كسرة، وترى هذا الحكم، ترى هذا الحكم ما قابل التمييز، أو لخليكم لك المغرض أشر عبرة، أو لخليكم لك المغرض أشر عبرة.